Aujourd'hui, on va continuer l'explication de la pile galvanique. On a dit pour savoir, pour distinguer, pour indiquer, pour préciser l'anode et la cathode, on a des signes ou bien le sens de déplacement d'électrons, c'est de l'anode vers la cathode. Le sens de déplacement de courant, c'est de la cathode vers l'anode. La représentation schématique est toujours écrite par anode, pensalin, cathode. C'est la variation sur la lame d'anode, pensalin, la variation sur la lame de la cathode. De même pour les demi-équations, on a dit qu'il y a demi-équations d'oxydation, demi-équations de réduction. إذا أعطاني هو الدمي إكواسيون نعرف على هيدي اللام في عندي هيدي الدمي إكواسيون صار في يعرف إذا أوكسيداسيون أو ريدكسيون يعني بحدد إذا أنود أو كاتود De même, si on a l'équation bilan de la réaction, d'après l'équation bilan, en utilisant bien ou bien le nombre d'oxydation ou bien la variation de chaque espèce, on peut savoir si l'espèce chimique subit une oxydation ou une réduction et par suite, on peut indiquer l'anode et la cathode. Jusqu'à ici, y a-t-il des questions? Là. Non, ça va. Bonjour. Bonjour. On va continuer avec le sixième signe, Isabatcon, le sixième clé. هذه الكلي استاذ اللي انا بلشت فيها lorsqu'on a commencé à dessiner une pile galvanique et à noter le schéma de la pile galvanique j'ai donné une remarque j'ai donné que le zinc est plus actif que le cuivre يعني le zinc a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu يعني le zinc subit l'oxydation يعني la lame de zinc c'est l'anode واضحة؟ وي إذا يا أستاذ ممكن هو يعطيني هيدي الفراز ومن خلالها أنا أقدر أحدد مين أنود ومين كاتود أو بيان بيعطينا أكس شو في على هيدا الأكس؟ تندونس كرواسون دو بير ديليكترون هي ذات هيدي الفراز بس بدل ما يعطيني اياها كفراز بيعطيني اياها على اكس نحن بنلحق بالاكس بفلاش شو يعني توندونس كرواسونت يعني من الاصغر للاكبر دو بير ديليكترون يعني من اصغر واحد بيخسر الكترون لاكثر واحد بيخسر الكترون مين هون عنده التوندونس دو بير ديليكترون اكثر شيء زد ان او سي او زد ان زد ان فإذن يا أستاذ هون le Zn a la tendance de perdre d'électrons plus que Cu يعني Zn subit l'oxydation يعني Zn est l'anode هيدي واضحة؟ أستاذ واضحة طيب أستاذ ممكن يصير بالعكس كيف يعني؟ ممكن أعطيكم أنا شيما لهيدي البيل واعطيكم السونس للالكترون اعطيكم السونس للكورون المهم الكم حددوا لي من انود من كاتود لاين الانود والكاتود برجع بلكم هلا سؤال كلاسي لي دو ميتال يعني زد ان وسي او سور ان اكس دو لا توندونس كرواسون دو بير ديليكترون هون مش انا بقلكم او بعطيكم اكس هون انتم مضطرين ترسموا الاكس انا استاذ بكون حددت من انود ومن كاتود لما حددت انه الزد ان انود شو يعني يعني لو زد ان على توندونس دو بير ديليكترون بلو كو سي او يعني بدي احطهم على الاكس يا استاذ كيف بنحطهم مثل ما هلا هن فاذا ممكن اعطيكم انا هيدا الاكس دوني وممكن بالعكس اعطيكم دوني ثاني تحددوا انود وكاتود وارجع انا اطلب منكم ترسموا الاكس. لحكيته واضح؟
أستاذ. آخر إيدي كتير مهمة أو بهيدا يعني بهيدا الباوربوينت ممكن يا أستاذ بالامتحان بدل ما يحكي عن التوندونس دو بير دالكترون يحكي عن التوندونس كرواسون دو غانيي دالكترون. اكوتي موا بيان لما حكينا زد أن و سي او هودي ميتال والميتال دايما بيخسر الكترون عشان هيك كنا عم نحكي على التوندونس دو بيردر. لما نحكي على التوندونس دو غانيي دالكترون رح نحكي عن الايون بوزيتيف كورسبوندون يعني الزد ان دو بلس والسي او دو بلس مش سي او دو بلس وزد ان ومش زد ان دو بلس وسي او نيناتهم بدهم يكونوا ايون. فاذا يا استاذ ممكن انا اعطيك الاكس ممكن اطلب انتو ترسموا الاكس تندنس كرواسون دو غانيي دالكترون. اذا انا اعطيتكم الاكس معناتها سي او دو بلس سوبي لا ريدكسيون لا لانه سي او دو بلس هي عندها تندنس دو غانيي دالكترون ويلي بيربح الكترون شو بكون عامل ريدكسيون او اوكسيداسيون ريدكسيون والريدكسيون ا اليو او sur la lame CU يعني sur la lame الريدكسيون او الاكسيداسيون بصيروا على اللام. فاذا CU de plus subit la réduction لا لانه CU de plus a la tendance de gagner d'électrons plus que Z1 de plus يعني هيدي الرياكسيون de réduction وين بتصير على اللام de CU يعني الكاثود هي اللام de CU ما حدا يقول لي الكاثود هو سي او دو بلس ما هيك يا علي رشيد؟ وي استاذ اوكي شوف بعدني متذكر الغلطه اللي عملتها هذيك المره. فاذا بدنا ننتبه كثير منيح يا استاذ انه دائما الانود والكاثود بده يكونوا لام بده يكونوا الكترود بده يكونوا ميتال مش ايون. هيدي النقطه فهمناها؟ يا تفضلوا اكتبوا لك استاذ اذا اعطيتنا اكس كيف نقول الجستيفيكاسيون؟ هو من خلال هو بيعطيكي اكس مثلا وبقول لك انا بدي اعمل بيل جالفانيك سي او زد ان زد ان سي او بتقول دابخي الاكس دو لا توندونس كرواسون دو بير دالكترون لو زد ان ا لا توندونس دو بير دالكترون بلو كو سي او alors le زد ان سوبي لوكسيداسيون وبتكفي بدي الانود بتقول بما انه عمل اوكسيداسيون يعني هو الانود بدك تجد بالدومي ايكواسيون عرفتي اوكسيداسيون يعني بتاني كومبارتيمون مين بده يعمل ريدكسيون سي او دو بلس مش سي او ها انت
اكتب هو الريمارك اللي عم بعطيكم اياهم. اوكي. دو بلس اي تان ريدكسيون شاك. وي. لانه استاذ كل ريمارك بعطيها وبركز عليها لانه بكون شايف قد ايه في طلاب بغلطوا فيها وقد ايه في طلاب ما بينتبهوا لها وقد ايه في طلاب بنقول لهم انتبهوا تعملوا هيك بيرجعوا بيعملوا هيك. بس تخلصوا نقل يا استاذ اعطوني خبر. Jusqu'à maintenant, on a parlé du sens de déplacement d'électron, déplacement de courant, demi-équation d'oxydation, demi-équation de réduction, équation bilan, même il y a métal plus actif n'éteint, il y a ion à la tendance de gagner d'électrons octamétaines. Nous parlons d'une représentation schématique. Allah Sanael? OK. بعد في حدا عم بينقل؟ لا لا ميرسي. فإذا استاذ هيدا الباوربوينت خلص، حنروح على البارتي تروا اللي هو اسمه بيل جالفانيك تروا اللي هو تروازيام بارتي دو لا بيل جالفانيك. شباب صبايا لهلا كنا عم نحكي من برا لبرا، الشيء الوحيد اللي حكينا اون ديتاي هو الرياكسيون عم بيصيروا على كل لام. شو عنا بعد اشارات ممكن نستفيد منها؟ ليكو ركزوا معي يا استاذ، هون بده يكون التركيز ماكسيموم عندكم. يلا شباب صبايا، لما نحن حددنا من انود ومن كاتود، ان الزد ان سيلانود، يعني شو بيعمل؟ أوكسيداسيون. أوكسيداسيون. بما انه عم بيعمل أوكسيداسيون يا استاذ، يعني زد ان devient زد ان دو بلس بلس 2 الكترون، تمام؟ وي تمام. طب كو سي باس بور لا لام دو زد ان افيك لو تون؟ بما انه الزد ان يا استاذ عم بيتحول ويصير زد ان دو بلس، اي زد ان هيدا؟ من وين اجى هيدا الزد ان؟ مش هو اللام؟ وين؟ اللام مش عم بيتحول لزد ان دو بلس؟ سي دونك افيك لو تون لا ماس دو لا لام دو زينك اوغمونت او ديمينو. كوا؟ La masse de la lame de zinc augmente ou diminue avec le temps? Diminue. Diminue, merci Ali. Pourquoi diminue? Je ne sais pas. Mais oui, c'est un peu plus de l'oxydation. Il y a un métal, ça a ion. يعني اللام الزد ان، هيدا الزد ان اللي مشكل منه هيدي اللام هو زد ان عم بيتحول لزد ان دو بلس. alors avec le temps la masse de la lame diminue. d'autre part dans le deuxième dans la deuxième demi-pile où il y a une solution de Cu de plus et une lame de Cu, quelle réaction a eu lieu? La réduction. Réduction. Une réduction. يعني Cu de plus plus 2 électrons donc Cu. وين عم بتصير هيدي الرياكسيون يا استاذ؟ على اللام دو زين. على اللام دو زين. يعني Cu de plus عم تيجي على اللام تاخذ 2 électrons وبتصير Cu. يعني Cu de plus عم تعطيني Cu. يعني avec le temps la masse de la lame de Cu quoi؟ Augmente ou diminue? Augmente. 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 Augmente.
صارت مفهومة هيدي هلأ؟ فإذا بنلاحظ يا أستاذ إنه أبخي أن سيختان تون بصير في عندي شيء اسمه ديبو دو سي او، طبقة جديدة من السي او عم تتشكل على اللام دو كويف، هو كويف بس أنا اللام حطيتها ببيني واضحة، مع الوقت لقيت إنه عم بصير في عندي سماكة أكتر على اللام دو كويف. من وين عم تيجي هيدي؟ من الرياكسيون دو ريدكسيون Cu2 plus, plus 2 électrons donne Cu. Faisant la masse de la lame de Cu augmente. T'as même, hein? Azab, oui. Oui, c'est. Oui. Fhimna la variation de la masse de lame, lame à l'anode ou à l'cathode. À l'anode, dayman, la lame, la masse de la lame diminue. وعلى الكاتود لا ماس دو لا لام اوغمون. فاذا استاذ هيدي وحده من الاشارات اللي ممكن نستفيد منها. كيف؟ طلعوا بالرسم اللي انا رسمها فوق، ممكن يعطيني رسمه بيل جالفانيك، اوكي، وهو بده اياني احدد بين انود ومين كاتود. طيب مش معطيني ولا انديكاسيون غير شكل اللام، ليكو هيدي اللام اول وحده مش مبين كأنه ناقص منها شقفة؟ ايه. فهون بيقول لي استاذ وي لو شومان سي دوسو، مسألة سي دوسو دو لابيل جالفانيك، هيدا عم بتفرجيني البيل جالفانيك ابخي ان سيغتان تون دو سا فونكسيونمون، يعني من بعد ما بلشت البيل تشتغل بعد وقت رسم لي هيدي البيل، شو صار بهيدي اللام اول وحدة؟ لاماس دي مينو. بونجور استاذ. بونجور استاذ. استاذ سوري ما كان عندي واي فاي. اوكي بسيطة استاذ، كفي معنا هون. عم نحكي استاذ بالماس للالكترود، للانود وللكاتود. إن بما انه على الانود في اوكسيداسيون، يعني الزد ان عم بتصير زد ان دو بلوس. يعني الماس للزد ان ديمينو افيك لو طون، لانه عم بيتحول، كان زد ان عم بيعطيني زد ان دو بلس. بينما على لام دو سي او وي السي او دو بلس بتيجي بتاخد دو الكترون بتصير سي او، يعني الماس للام دو سي او اوغمونت، يعني لا ماس دو لا كاتود اوغمونت والماس للانود ديمينو. فاذا رحنا على البيل جالفانيك اللي فوق يا استاذ وشفنا أول لام أو تاني لام، حي الله واحد منهم، إذا حكينا عن هيدا اللام لا ماس دو سيت لام ديمينو، شاني لا ماس ديمينو؟ يعني عم بيصير في عندي أوكسيداسيون. ليه؟ لأنه الميتال عم بيتحول لإيون. بما إنه أوكسيداسيون يعني هيدا أنود أو كاتود؟ أنود. شفنا كيف فينا نحدد مين أنود ومين كاتود من خلال الماس للإلكترود. أسأل سؤال بس، سألنا مين كاتود ما إلك سي او مش سي او دو بلس؟ أكيد. أوكي. فإذا استاذ فينا نكتب هلا هيدي فيكم تحطوها سات لم انوديك واللم كاتوديك، هودي معلومه لإلنا وان بلس كانها كلي بتساعدني احدد من انود ومن كاتود. ويلي عنده اي سؤال في يسأل. استاذ بعد عن اللي فوق سألتنا جوسيفية، يعني بنقول دابخي لاكتو
de perte d'électrons, le Zn a la tendance de perdre plus d'électrons, alors il subit l'oxydation. Elle est à plus 6. اللي ما رأيت إيه أوكي إحنا خلصنا منها شو بعدك شو السؤال إيه بس عم شوف إذا صح d'après l'axe de la tendance croissante de perte d'électrons le Zn a la tendance de perdre électrons alors il subit l'oxydation donc il est l'anode فإذا le Zn a la tendance de perte d'électrons plus que Cu alors Zn va subir l'oxydation. Même oxydation, donc c'est quoi? C'est l'anode. Mm. Dès la lame anodique devient plus mince, il y a une sa masse diminue. La lame cathodique devient plus épaisse et sa masse augmente. بس تخلصوا نقل اعطوني خبر يا استاذ لنكفي شرح يا اليوم ممكن نلحق نخلص اذا لا بيبقى عندي فكره بنكفيها لبخشان فوا طيب استاذ on peut continuer لا استاذ بس ثاني ممكن مش راح حد شباب وصبايا ركزوا معي هون لو سمحتوا يا On a dit que la lame de Zn c'est l'anode. Et sur l'anode, l'oxydation a eu lieu. OK, ça, on en a répondu. Oui, l'oxydation, c'est-à-dire Zn, donne Zn de plus 2 électrons. Zn, elle a la masse de Zn diminue. Et 2 électrons, elle n'a rien là au fil de connexion où il roule à l'âme de Cu. Je vais te faire un diastèse. Le Zn de plus. طب مش Zn عملت oxydation وعطتني Zn de plus. How did Zn de plus يا استاذ formé de la réaction d'oxydation شو بيعملوا؟ Passe dans la solution. حينزلوا بقلب وين؟ Solution. طيب انا بقلب solution qu'est-ce qu'on a؟ On a sulfate de zinc. يعني عندي Zn de plus و SO4 de moins. بالأول يا أستاذ كانت ال Zn de plus قد ال SO4 de moins. يعني عدد ال plus قد عدد ال moins. هلا لما صار في أوكسيداسيون وال Zn de plus عم بينزل على السوليسيون، شو عم بيصير بالكونتيتي لل Zn de plus؟ وي بنعيد؟ بنعيد. يا فإذا أنا أستاذ حأرسمها هون كرمال ما نشوفها بالعجل. طيب أنا قلت عندي لام دو زد أن وما حكفي كل البيل هلا، حأخذ بس هيدي البارتي من البيل. أنا أستاذ من الأول شو حاطط هون؟ مش حاطط زد أن أس أو 4 يعني زد أن دو بلوس وأس أو 4 دو موا و لام دو زد ان قلنا هيدي هو الانود شو يعني انود؟ يعني زد ان صار زد ان دو بلوس 2 الكترون
Là, on met le hal à lequel? Oui. Oui. Estes, nous avons choisi que la lampe de zinc, la masse de la lampe de zinc diminue. Et le Zn, fais-moi ce qu'on peut faire. L'électron, il y a l'électron qui est en train de faire de connexion. Oui, roux. شو بعد في عنا شيء ما حكينا عنه؟ الزد ان دو بلس. الزد ان دو بلس. هيدي الزد ان دو بلس استاذ بالاكواسيون من وين عم بيجوا؟ من الاكسيداسيون للزد ان صح؟ وي. يعني هيدي الزد ان دو بلس اللي انا حوطتها بالموف هيدي غير الزد ان دو بلس اللي موجود من الاساس. دونك افيك لو تون كل ما في اكسيداسيون كل ما الزد ان عم تعطيني زد ان دو بلس هاو ذا زد ان دو بلس فورمي عم بينزل وين على السوليوشن يعني الكونتيتي للزد ان دو بلس اوغمونت او ديمينو موت صح ولا يا استاذ صح فإذا بما إنه الزد أن سبي أكسيداسيون عم تعطيني زد أن دو بلس يعني في عندي كمية من الزد أن دو بلس عم تتشكل وعم تنزل على الصوليسيون فإذا دومي إكواسيون أنوديك زد أن عم بتصير زد أن دو بلس بلس دوز إلكترون لا كونتيتي دو زد أن دو بلس أوغمونت لا لأنه كار بلو دو زد أن دو بلس إفورمي أفيك لو تون لأنه مع الوقت Zn عم بيعمل اوكسيداسيون ويعطيني اكثر Zn دو بلس وهو دي Zn دو بلس عم بينزلوا على السوليوشن يعني Zn دو بلس اوغمونت هيدي انفهمت طيب هلا اذا رحنا على دوزيام بشيخ بدوزيام بشيخ يا استاذ شو الايكواسيون عم بتصير CU2 plus, plus 2 électrons en tatini CU. Mazbout. Yani avec le temps, les ions CU2 plus va augmenter ou va diminuer? Diminuer. Diminuer. CU2 plus, la chambre de Hawalo. La CU. La U. Faisa nihna bis solution. Bil assez ana handi CU2 plus ou SO4 de moins. How the CU2 plus يلي بالسوليسيون عم بروحوا على اللام دو كويفر ويعملوا ريدكسيون ويصيروا CU فإذا الكونتيتي للإيون CU2 plus ديمينو مثل ما شفنا هون استاذ نحن بنعرف السلفات دو كويفر شو اللون اللي إلها أزرق يعني CU2 plus عندها كولور بلو بما انه CU2 plus عم بتقل شو عم بيصير بالكولور بلو devient moins intense اللي عنده سؤال انا جاهز تفضل صرنا حكيين عن الفارياسيون دو لا ماس دو الالكترود للام وحكينا عن الفارياسيون دو لا كونتيتي دي زيون بوزيتيف دون لي دو سوليوشن محل ما عندنا بالدوميبيل انوديك
اللام بقل الماس اللي إلها بينما الإيون بتزيد الكونتيتة اللي إلهم. بالدومي بيل كاتوديك la masse de la lame augmente, mais la quantité des ions diminue. خلصنا يا استاذ؟ لا اساسا شوي. يلا. طيب خليني اخذ انا استاذ الحضور بهذا الوقت، بتكونوا خلصتوا نقل. باسل منه موجود، آية موجودة، آية دخل الله موجودة بس راح نت عنده. بتول موجودة، تياما موجودة، ايه موجودة استاذ. حسين بلحص كان معنا أول الحصة، ما بعرف إذا بعده. وي. إيه بعدني أستاذ. أوكي سيس جاما موجود، ديان. ديان كمان كانت معنا، حأنطر شوي ليكون إجا كونكسيون عندهم. هيا ديان فاتت رجعت. إيه علي وعلي 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 بعلبكي كمان موجود. وي. أستاذ. فاطمة عبد علي موجودة. فضل فرحات. واي فاي. اوكي. فضل فرحات لا. شو يعني كونسومي؟ كونسومي؟ شو يعني؟ هيدي كونسومي مش كونسومي. هي كونسومي هلا بتفضل. يلا. اللانا موجودة، محمد بلحص موجود يا استاذ، محمد مداحلي موجود، هشام وي وهلا وي، مين لك يا ناقص؟ في ستة، في آية بعد، بتول موجودة ما هيك استاذ؟ تيام وي وحسين وي وديان وديامون وي علي وعلي وي فاطمة عبد علي موجودة، لانا موجودة، محمد محمد موجود، هشام موجود، في كارين وآسم سجلتهم. هلا هلا كانت موجودة أول وحدة فات، هلا معنا يا أوكي
طيب استاذ نحن لهون بدي وقف بيبقى عندي الرول للبون سالان حنحكي عنه لا بروشين فوا منبلش الحل اكزرسيس بقولكم ميرسي بور فوتر اتونسيون سيل فو بلي اتوديي بور لا سيمين بروشين لبعض العطله رجع ندرسوا البير عشان الاسبوع الجاي بس نحل اكزرسيس تكونوا دارسين اوكي استاذ ميرسي يلا اوفوار ميرسي Merci, Stas.